أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل تعد هذه الصورة من بيع العينة؟ باع زيد على عمرو سيارة ب30,000 ريال حاضر، ثم اشتراها زيد مرة أخرى من عمرو ب20,000 ريال حاضر. إيش؟ يقول: باع زيد على عمرو سيارة ب30,000 ريال حاضر، ثم اشتراها زيد مرة أخرى من عمرو ب20,000 ريال حاضر. نعم، هذه هي العين، لأن الحقيقة باع باع 20-30 ألف وجعل السيارة مجرد حيلة، جعل السيارة مجرد حيلة، وإلا هو في الواقع أنه دفع 20 ويبي يستلف بدلها 30، وجعل السيارة حيلة صورة بيع، وهذا حرام ولا يجوز، وهذا احتيال على الربا،